التربية الخاطئة وأثرها على الصحة النفسية للأطفال. تتشكل الطرق الخاطئة في تربية الأطفال إما من خلال جهل الوالدين بهاي الطريقة، أو بيمشوا بنفس طريقة الأجداد، أو من خلال إن الأب والأم كان ماضيهم فيه حرمان من أمر معين مثل الحنان، فبصير يضيف ويزيد من هذا الحنان أو يقلل منه. وهون بنوقع مشكلة. راح أحكي لكم عن بعض الطرق الغلط وشو تأثيرها السلبي على نفسية الأطفال من خلال أخطاء الأباء في التربية. التسلط والسيطرة، هو تحكم الأم أو الأب في كل نشاطات الطفل ومن غير ما تتماشى مع رغبتها الطفل، وكمان بيصيروا يمنعوا الطفل من أنه يعمل سلوك معين ممكن يكون بحقق فيه رغبة معينة، ممكن تطوره أو تنميه وحتى لو كانت بسيطة أو معقولة، أو إجبار الطفل على أنه يعمل مهام بتفوق قدرته أو إمكانيته. في احتمالية كبيرة أنه يرافق هذا التسلط ضرب أو عنف أو حرمان، وتكون فيها قائمة الممنوعات أكثر بكتير من قائمة المسموحات. مثلا الأم بتفرض على الطفل أنه يلبس لبسة معينة بدل ما تخليه يختار بين لبستين، وتكون هي محددتهم، أو يأكل أكل معينة، أو حتى بتوصل أنه هي بتجبره على اختيار أصدقاء معينين. وحتى بس يكبر ممكن الأهل كمان يفرضوا على الإبن أو الإبنة تخصص جامعي معين، وكله تحت شعار بدي مصلحة ابني أو بنتي، ومن غير ما يعرفوا أنه هذا الأسلوب فيه خطر على صحته النفسية وعلى شخصيته في المستقبل. وبهيك بيطلع عندنا أشخاص عندهم ميل كبير للخضوع وأتباع الآخرين، ومش مبدعين ولا مفكرين حتى، وحتى ما عندهم القدرة على إبداء الرأي أو حتى المناقشة. وكمان بينتج شخصية متوترة كتير، دايما عندها خوف سواء من أخذ قرار أو التسلط، وممكن كمان يكون عندهم خجل زائد، وثقته بنفسه بتكون متدنية، وما عنده القدرة على أنه يأخذ أي قرار، وشعوره دايما أنه مقصر وما بيعرف ينجز أي إشي لحاله بسبب هذا التسلط اللي تحت راية مصلحة ابني. ينتج طفل عدواني وما بيحب الخير للآخرين. ليش؟ عشان من هو صغير ما كان عنده إشباع للحرية وما استمتع بطفولته.